السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. تحت الطلب ديال العديد من كلياناتي، ودائما كيصيفطوا لي ميساجات في الواتساب تيقولوا لي اختي رشيدة، واش مازال ما غاديش يكونوا شي ملابس هكا ديال البنيات الصغار والوليدات؟ وطبعا مع العواشر والمناسبات راه امبوسيبل نساو الاميرات ديالنا والامراء ديالنا اللي هما الوليدات الصغار عفوا. وكيف ما كتشوفوا على عينيكم، صلاة الحمد لله راها واجده وصلت قبل الموعد، نظرا لهذاك الضغط اللي كيكون فاش كي هكا يكون العيد قريب، كيكون واحد الضغط كثير. فالحمد لله السلعه راه وصلت قبل الموعد ديالها، باش يلا الانسان اللي بغى ياخذ شي حاجه ياخذها، ما حد الوقت باقي، وياخذ على خاطره ويلقى الطايات اللي باغين تلقاهم باقين، والالوان اللي باغين حتى هي تلقاوها باقه. راكم عارفين راه انفواتي وصل مثلا رمضان المبارك للنص، راه تيولي واحد الضغط كبير، وتقدري شحال من حاجه تلقايها تسالات، تلقاي تسالات الطاي اللي غتبغي انت لبنتك او لولدك، ربما تلقاي اللون اللي غيعجبك تلقايه دوماج تسال حتى هو. فمن الاحسن كيف ما كنقول لكم دائما، اللي بغات شي حاجه تبالي قبل ما يسالي. بالنسبه لهاد الموديلات هادو راهم ديال تركيا 100% مستوردين، هاد الفيديوهات هادو راهم جاوا من تركيا، يعني هكا مباشرين، والتصاور اللي غتشوفوا مباشره راهم طبق الاصل، الفيديو راه طبق الصوره. وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي لاي وحده جاها شي موديل ماشي بحال اللي في الصوره، يعني كنقول هاد الهضره وانا واثقه من نفسي، كنتحمل المسؤوليه لاي وحده غيجيها شي موديل ماشي بحال اللي في الصوره. وكوني على يقين بما انه غتعجبك هكا في الصوره، كوني على يقين انه في الواقع غتعجبك اكثر. دائما الحمد لله كلياناتي كيقولوا لي وكيفاجئوني بواحد الكلمه، اختي شيده شكرا بزاف بزاف بزاف، اللبسه وصلتني حسن ما توقعت. بالنسبه لبنات المقاسات، غتلاحظوا انه باش ما يجيونيش هكا الاسئله بزاف، غتلاحظوا انه كل موديل فوق منه المقاسات اللي فيه. بحال هذا الموديل مثلا، هانتوما راه فيه من 8 سنين حتى 10 سنين، 8 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، وحاطه لكم تصاور باللوان اللي كاينين، كل موديل حاطاه باللوان اللي فيه والمقاسات اللي فيه، يبقى فقط الثمن. فالثمن مثلا اللي غتسولني على الثمن ديال هاد الموديلات كلهم اللي مشاركه معكم انا في هذا الفيديو، ما كاينش شي موديل فوق من 300 درهم، ما كاينش شي موديل فوق من 300 درهم. اغلب الموديلات دايرين 200 و270 260 280 الماكسيموم، الاغلى موديل داير 300 درهم، يعني ما كاينش فوق 300 درهم، غير باش نعطيكم هاد الاثمنه هادي التقريبيه، باش كل وحده تكون عارفه راسها شنو غتاخذ والسعر اللي غيناسبها. يعني فقط اللي غتبقى هكا انتريسي وجديه بشي موديل هي فقط اللي غتصوره وغتصيفطو ليا في الواتساب، تكون عارفه ان الطاي ديال بنتها او ولدها شافتها فوق داك الموديل، وتكون عارفه ان الثمن كيتراوح ما بين 260 270 280 حتى الماكسيموم 300 درهم، هي فقط اللي غتصيفط ليا. فاللي غيجيها هاد الثمن غالي، الله يحسن العون، سيختو حنا في هاد الازمه، دونك قبل ما تصيفطي ليا، حيت ديجا قلت لكم دابا الثمن التقريبي ما كاينش شي موديل نهائيا فوق 300 درهم، وما كاينش شي موديل تحت 200 درهم، الاثمنه كتراوح ما بين 200 درهم الفوق 200 درهم حتى الماكسيموم 300 درهم، 200 درهم 230 250 260 270 280 حتى الماكسيموم 300 درهم، يعني هذه هي الاثمنه اللي كاينه في جميع هاد الموديلات. وحطيت لكم واحد الموديل غتلقاه تقريبا في اللخه ديال هذا الفيديو، بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هذوك اللبسات ديال الزياده ديال من صفر شهر، يعني من شهر حتى لست شهور، حتى هما حطيتهم لكم. هذوك تقريبا راهم الثمن ديالهم تيكون غير 130 150، دونك هذوك هما اللي راه الثمن ديالهم راه باين عليهم، وحتى هما تركيا وشي حاجه طوب. ودائما البنات كنشارك معكم فوتو غيال وربي شهد عليا، في القناه ديالي ما كنشاركش معكم نهائيا الميتاسيون، اي حاجه كنشارك معكم راه كتكون فوتو غيال، اما تركيا نيشان نيشان، اما مغرب نيشان نيشان، ما عنديش مع ديك القضيه ديال انني نجيب موديل ديال تركيا ونحطو لكم في القناه ديالي على اساس غادي نبيع لكم الميتاسيون نهائيا. تركيا بلاد ما عنديش مع ديك القضيه ديال نجيب موديلات ديال تركيا ونحطهم بواحد الثمن ديال انه ميتاسيون ديال المغرب،
باش ما يوقعش شي غلط هكا. دائما الحمد لله كنحط لكم هكا فوتو غيال حيت الناس كيشوفوا التصاور وكيبغيو داك الشيء اللي في التصاور، فاللي عليا انا نوصل لكليانتي هذاك الشيء اللي شافت في الصوره. امبوسيبل نوصل كليانتي شي حاجه ما كايناش في الصوره، شي زواقه ما كايناش في الصوره، شي حاجه كاريتي ما كايناش في الصوره، فما نقدرش. الحمد لله لا يحشمنا، وهذا الشيء اللي معروف عليا. نتمنى ان شاء الله الموديلات كلهم ينالوا الاعجاب ديالكم. مازال ان شاء الله غادي يجي الجديد. اللي غتسولني فين كاينه، انا بمدينه الدار البيضاء بالضبط في كراج علال شارع محمد السادس قصريه دبي المجاوره لقصريه الامراء قرب معهد حاتم. ما عندك فين غتسلفي غير صيفط لي في واتساب وصيفط لك لوكاليزاسيون. يعني هاد البلاصه راها معروفه ومشهوره في كازا، مشهوره في كازا. شي توصلي مثلا الى مثلا غادي تجي عندي من جهه ولاد زياد، غادي تجيني شان الكراج علال قريب ليك شارع محمد السادس، بحال راكي غادي طالعه مثلا البرنس، راه غادي تدوزي على غادي تدوزي مثلا على هذيك قصريه اخماسي اللي مشهوره كيبيعوا الهواتف. تقريبا جل معظم المغاربه كيجيو ليها وكيتقداو منها. راه في نفس داك الشارع كاينه قصريه الامراء في نفسه، كطلع غير شويه الفوق في نفس داك الشارع، شارع محمد السادس راه معروف في كراج علال. غنيه على التعريف، غنيه على التعريف، معروف معروف بزاف، هو السونتر ديال الجمله في كازا معروف بزاف. يعني انفو غتسولي على قصريه الامراء راه كلشي غادي يقول لك راها قصريه الامراء بالضبط. معهد حاتم كيبان بزاف، معهد حاتم راه كيبان، داك البالو ديالو راه كبير بزاف وكيبان معهد حاتم مباشره حداه مقهى دبي، يعني فوق منها قصريه دبي. قصريه دبي راه كاين فيها بوتيك شيدا اللي هو بوتيك ديالي محل 44 اللي انا مثلا ديسپونيبل عندي في المحل. كنقول لك هادي ديسپونيبل عندي في المحل، جي عندي وقيسي واللي عجبك وخديها، مرحبا بك والف مرحبا. اللي بالكوموند كنقول لك اختي هادو كنوفرهم انا بالكوموند، بحال دابا هادو راهم بالكوموند. نقول لك مرحبا اختي غنصيفط لك الكونت ديالي وصيفطي لي الفلوس ديال لارتيكل اللي بغيتي، وانا غنوجدو لك في الطاي اللي بغيتي واللون اللي بغيتي. بغيتي تجي عندي وتاخديه جي عندي وخديه، خاصك غير تكوني انا مصيفطه لي فلوسو باش تجي وتلقايه عندي انا موجده لك في المحل. كنتي بعيده وبغيتي نصيفطو لك في الامانه، نصيفطو لك في الامانه، واللي عليا انا غادي وسطك ان شاء الله حتى لباب دارك في مده ديال 24 ساعه. صيفطي لي انا غير فلوس البياسه فقط حتى يجيبوها لك لباب دارك، وديك الساعه انتي خلصيهم الفلوس ديال ليفريزون. كاين اللي غادي يحسبوا عليها 40 درهم، كاين اللي غادي يحسبوا عليها 50 درهم على حسب انتي واش بعيده ولا قريبه. من ماكسيمو هو 50 درهم مهما كنتي بعيده في المغرب، تكوني في طنجه كاع 50 درهم باش غتوصلك مهما كنتي بعيده في المغرب من طنجه حتى للقويره. كنتي قريبه شويه مثلا غير خريبكه قريبه ليا، خريبكه الرباط سلاو هاد الله القرابين تماره وقنيطره راه 40 درهم باش غيوصلوها لك حتى لباب دارك. فنتمنى ان شاء الله نكون شرحت لكم كل شيء ويكون الفيديو خفيف عليكم، ونتمنى ان شاء الله الموديلات تنال اعجابكم. ومازال ان شاء الله جاي الجديد سواء في ملابس الكبار سواء في الصغار سواء في ملابس الرجال، غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد القنيطرات زوينين، فمرحبا بكم. غير ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه باش يبقى دائما يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليوا لي واحد تعليق زوين، كلمه طيبه صدقه، وجيم بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم والعائله باش حتى هما يشوفوا ويتعرفوا على محتوى القناه. ورقم التليفون ديالي هو اللي كنخليه لكم دائما هنا في الفيديو 06 52 41 53 10. ملاحظه راه كندير حتى الجمله، يعني بيع الجمله والتقسيط، وكنصيفط حتى للدول بحال الشكل ديال ايطاليا المانيا بلجيكا الجزائر اسبانيا فرنسا. هاد الدول اللي قلت لكم راهم كلهم كنصيفط ليهم، فمرحبا بالجميع. واللي سهلت اللي تقالت عليكم خفافت عليا، واللي صعبت عليكم سهله عليا، مرحبا بالجميع. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. بسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.